الآن هذه الشيلة إهداء للدكتورة عبير عطوان العتيبي بمناسبة تخرجها وحصولها على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان. حسب الطلب مواليد ملك تخرج مدى تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقل مكتبة الكليات العامة والخاصة جوال 05555877 أو من خارج النور يبين بالفرح والمسرات ونور فرحنا عتمتك يا الليالي ولا عاد دكتورة تغني بالأبيات عبير بنت العز بوال وتالي وعبير بنت العز بوال وتالي وخريجة ودكتورة وحيها الفاس الساهل امتح البيوت الجزالي وعبير العتبي مقابل معزة دكتورة مقامها دوم عالي ودكتورة مقامها دوم عالي وبعد التعب والجهد طالت مناها جابت شهادتها بعزة الخصالي وبعزومها تكسر جميع الصعايب وصارت على النجاح مضرب مثالي وصارت على النجاح مضرب مثالي وابوها عطوان الفخر والكرامة شيخ الكرم والطيب جذل الفعالي والام صيت طيبها غيرها الناس ام المقام الدربي سمحت كباري ام المقام الدربي سمحت كباري وحمود شبل العز هذا ولدها يفخر بها وهو لها دوم غالي ومن اهل جمعهم مفاخر عتيبه قوم يشيلون الحمولة ثقالي وقوم يشيلون الحمولة ثقالي ترقية نقل مكتبة الكليات العامة والخاصة جوال 05555877 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00 هو النور يبين بالفرح والمسرات ونور فرحنا عتمتك يا الليالي ولا عاد دكتورة تغني بالأبيات عبير بنت العز بوال وتالي وعبير بنت العز بوال وتالي وخريجة ودكتورة وحيها الفال تستاهل امسح البيوت الجزالي وعبير العتيبي مقام المعزة دكتورة مقامها دوم عالي ودكتورة مقامها دوم عالي وبعد التعب والجهد طالت مناها جابت شهادتها بعز الخصالي وبعزومها تكسر جميع الصعايب وصارت على النجاح مضرب مثالي وصارت على النجاح مضرب مثالي وابوها عطوان الفخر والكرامة شيخ الكرم والطيب جذل الفعالي والام صيت طيبها غيرها الناس ام المقام الدربي سمحت كباري وام المقام الدربي سمحت كباري وحمود شبل العز هذا ولدها يفخر بها وهو لها دوم غالي ومن اهل جمعهم مفاخر عتيبه قوم يشيلون الحمولة ثقالي وقوم يشيلون الحمولة ثقالي وقوم جوال 05555877